دكتور احمد، اظن هي تجربه جديده في الهندسه المصريه ان احنا نبطن مجرى مائي سواء في الاجناب زي ما احنا شايفين او حتى في القاع. قول لي ازاي الهندسه المصريه اتعاملت مع هذه التجربه الجديده؟ والله هي التجربه، انا من وجهه نظر ان هي اولا هتكون تجربه لاقليه ترشيح الميه. فالمشروع بيبدا من بدايته لنهايته، بيبدا بالاعمال المساحيه وتقطيع الاشجار اللي على الجناب. طبعا الاشجار دي بتمتص كميات ميه مهوله من الميه اللي رايحه لاراضي الفلاحين. وبعد الاعمال المساحيه مباشره بنبدا في اعمال الارنكه، وثم رمي الاحلال. الارنكه المسبب. اللي هي الاول الارنكه اللي هي تظبيط الجناب، بنظبط الجناب والقاع على المنسوب المنسوب التصميمي اللي احنا مستلمينه من هندسه الري. تمام. وبعد كده بنبدا في بمجرد ما بننتهي من الارنكه بنعمل حاجه الاحلال المثبت. الاحلال المثبت طبقه 5 سم تحت فرشه نظافه تحت الحديد، ثم رفع الحديد وشغل اعمال الحداده وعمل البسكوت، ثم صب الخرسانه. وانت في الاول محتاج تجفف الترعه عشان تعرف تشتغل. طبعا هو اي مجرى مائي ايا كان احنا بنبدا فيه في الاول بعمل السدود، ثم نطح الميه ونسح الميه، و بنسيب الوضع بس يوم بالكتير بحيث ان الميه تقل في قطاع الترعه شويه، وبعد كده بنبدا مباشره في اعمال الارنك. هي فتره التاهيل يا باشمهندس عايزه وقت قد ايه؟ بتاخد وقت قد ايه؟ والله احنا بنارنك او بناهل الترعه لاننا نرمي عليها الاحلال المثبت في خلال يوم او يوم ونص، وبنبدا في نص اليوم الثاني نبدا نرمي في الاحلال المثبت مباشره. طيب انتوا في الفتره دي بتشوفوا ايه بقى في الترعه؟ لانه اكيد على مدى زمن طويل فيها كل انواع المخلفات، وحتى ممكن يكون فيها اعمال خاصه بالكهرباء او بالسطح. طبيعي اي مشروع ايا كان وخاصه في الترع بيقابلنا كميات رطوبه مهوله في حدود بتوصل معنا لحد تقريبا في حدود المتر، وجذور الاشجار، وفي بعض الاحيان بيقابلنا ممكن مواسير غاز معديه او كابل كهرباء معدي. فبتحل المشكله مع التنسيق مع الاداره المختصه في اذا كانت كهرباء او غاز، وبنبدا بعدها مباشره نشتغل في المكان اللي فيه العائق. يعني هو انتوا بعد ممكن لما تفصلوا الغاز او الكهرباء ترجعوه تاني تحت المجرى المائي؟ الغاز أو لا، هي الكهرباء لو هي مدفونه على الطريق احنا كده كده ما بنقربش منها، لكن لو هي معديه في الطريق في مواسير او في غيره احنا بنحاول بقدر المستطاع نحضر حد موجود من الكهرباء وما بنشتغل من حواليها. بس في حضور حد موجود من الكهرباء ومن الغاز يعني. لكن بتفضل في قاع الترعه بعد التطوير؟ هي القاع نفسه لا ما بيبقاش فيه، هي بتبقى معديه من على المنسوب ظهر الميه. اللي هو المنسوب الطبيعي اللي هو اللي احنا شغالين عليه يعني. لكن هي ما بتبقاش موجوده في القاع. بعد كده خلاص مش موجوده في القاع بعد لا ما بتبقاش موجوده في القاع طبعا. تمام. طب قول لي يا باشمهندس، هو في بعض الترع بتحتاج تبطين خرساني، في بعضها بيحتاج تبطين بالدبش بالصخور، وفي بعضها بيبقى مزيج من الاثنين. والله هو بيبقى على حسب نوع التربه، يعني هي نوع التربه الطينيه الافضل لها ان يكون القطاع قطاع خرساني، ما يكونش قطاع تدبيش، لان الترعه خرساني زي اللي احنا فيه دلوقتي. زي اللي احنا موجودين فيه حاليا. التربه الطينيه هي ممكن بتهبط مدى الحياه، مع كل ما زاد عليها حمل بتبدا تهبط التربه الطينيه، لكن التربه الرمليه اللي احنا بنتكلم عليها لازم غصبا عننا بنعمل فيها الدبش. تمام؟ دي ممكن بتهبط وقت التحميل، بمجرد ما بنحمل القطاع وبنعدي الميه الترعه خلاص بتاخد وضعها الاساسي، وممكن ما يحصلش فيها اي هبوط او في اي مكان معين ما يكسرش فيها الدبش الموجود. طبعا ده في المحافظات اللي هي فيها اراضي رمليه. الاراضي الرمليه. طيب المشكله في الاراضي الطينيه يا باشمهندس ان كده كده الطين بيهبط، فمعنى كده نكون ان الاعمال دي ممكن معرضه للهبوط بعد فتره؟ فعلا هي معرضه للهبوط، لكن طريقه التشغيل او طريقه التنفيذ نفسها ان احنا بندك الجناب كويس جدا وبندك القاع، ولو في احلال او استبحار احنا بنعوضه باحلال بدقشوم وبرمل ومخلط مع الاسمنت، بنحطه في الجناب بحيث ان هي ما تهبطش معايا بعد كده، وبندك القاع نفسه، القاع نفسه بيتدك كويس جدا وبيتحط احلال مكان الروبه اللي بتتشال، فطبيعي بحيث ياخد الهبوط الدائم بتاعه. بياخد هبوط التحميل اللي هو اقصى هبوط عندي بيوصل اللي هو لما تكون الترعه مليانه. بالظبط. فما عدتش بعد ملو الترعه ما اظنش ان هيكون فيها هبوط. طب دكتور، هو احنا زودنا قاع الترعه ولا حافظنا على نفس المستوى ولا قللناه؟ هو قاع الترعه بينزل على المنسوب الطبيعي في حدود من 40 ل 50 سم، يعني على حسب منسوب الفم اللي احنا بناخد منه المأخذ الميه اللي بيدي للترعه نفسها. فهو غالبا احنا بننزل من حوالي من 40 ل 50 سم تقريبا يعني. ما بنزيدش عن كده يعني.
لان اولا عشان نحر الفم او المخز نفسه في الارضيه بتاعه الخرسانه يبقى في انسيابيه شويه في حركه الميه. لا ده لسهوله السرعه يعني. معنى كده ان الفلاح لما يجي يروي مش محتاج باور زياده ولا طاقه زياده عشان يسحب الميه من الترعه للري الارض. الوضع بالنسبه له اختلف تماما عن الاول. الاول كان هو بيحتاج لتطهير وبيحتاج لوقود زياده، وان هو ممكن الميه لو خفت شويه في الترعه بتاعته ما كانش بيقدر يوصل ليها بمكنه الري بتاعته او باسلوب اللي هو بيروي بيه، وكانت الشوائب بتعوق الحكايه دي كلها، والشوائب والزباله وممكن جذور الاشجار الحشائش اللي موجوده في الترعه، الترصيبات نفسها، ترصيب الطين نفسه، الترصيبات اللي بتبقى موجوده تحت. لكن على الوضع القائم الحالي بمنتهى السهوله هيقدر يروي، بمنتهى السهوله هيقدر يوصل الميه واسرع، وكميه الميه اصلا ضخ الميه نفسه بالنسبه له هيكون اعلى. لكن احنا حافظنا على مستوى هبوط الترعه، مش هيحصل فيها هبوط لان الاراضي الطينيه عاده بعد الاعمال الخرسانيه ممكن تبقى فيها نسبه هبوط الى حد ما. هي اي نعم بتهبط، لكن بتهبط على الحمل اللي هي اتحملت بيه. يعني لو احنا اتكلمنا على 10 متر طولي في القطاع الحالي في وزن الميه اللي موجود عليه، فالقطاع اللي موجود حاليا ممكن يتحمله، مش هيكون فيه اي هبوط يعني. طب دكتور، اظن استخدمنا وسائل عزل كتير علشان ما يحصلش تسريب للميه داخل الارض او داخل التربه نفسها، غير الخرسانه نفسها. هي طبقه الخرسانه نفسها هي تكفي ان هي تمنع النفاذيه بنسبه كبيره جدا عن الاول. لكن احنا بنعمل معالجات بعد كده، بنعمل معالجات الفواصل الانشائيه ومعالجه العزل السطحي. بتبقى مواد نفاذيه بتمنع نفاذيه الميه تماما من وصولها للحديد اللي موجود في الباكه الخرسانيه، ومن نفس الوقت ما تتسربش ولا تعدي ورا القطاع الخرساني الموجود. انت بتحتاج تجرب اللي انت عملته قبل ما المايه تتدفق، ولا انت خلاص بتبقى مطمن انه مش هيحصل فيه نفاذيه ويحصل فيه سريان طبيعي؟ لا، هو احنا طبيعي لما بنيجي نشتغل خرسانه مسلحه بنعمل الاختبارات اثناء التشغيل. فطبيعي انا عندي محتوياتي مظبوطه، محتويات المتر المكعب مظبوطه، فطبيعي جدا هيكون النفاذيه قليله جدا. فمش محتاج ان انا اعمل تيست بعدها او ان انا اجرب اي حاجه بعدها، غير ان انا القطاع يكون ماشي بانسيابيه او بالقطاع التصميمي اللي انا شغال عليه. طبعا هي اكيد زي ما قلنا في الاول هي تجربه لاول مره بتحصل في مصر، فاكيد في دروس مستفاده طول ما احنا شغالين. أكيد. طيب عشان نكمل باقي ال 7000 كيلو، ايه اللي حضرتك ممكن تنصح بيه باقي المهندسين التنفيذيين انهم يخلي بالهم منه كتير في بعض الاماكن حسب نوع التربه او اختلاف التربه من مكان لمكان؟ والله هو لو كل مقاول او كل مهندس بقدر المستطاع يطبق الجوده، ما اظنش ان احنا هنحتاج يعني جوده مع سرعه بيبقى الموضوع صعب شويه. فاحنا لو نمشي بسرعه متوسطه او تكثيف العماله شويه او تكثيف الخلاطات اللي موجوده والمعدات اللي موجوده، بس احافظ على الجوده في نفس الوقت. الجوده اللي هي ايه؟ عشان نضمن ان التنفيذ يكون بجوده عاليه لازم يكون ليا تارجت معين اقدر اتحرك من خلاله، ما زودش كميه الخرسانه قوي بتقل معايا الجوده. لكن اما ازود معداتي، ازود معده وازود الخلاطه وازود خلاطه كمان، ممكن انتج ضعف الكميه اللي تقصد ان العمل يكون مستمر على طول ما يكونش فيه توقف. طبعا. طيب هو الخرسانه دي يا باشمهندس لها مواصفات معينه تختلف عن الخرسانات الموجوده في هي اللي احنا بنضيفه عليها هو العزل السطحي والعزل وعزل الفواصل، بحيث ان انا امنع النفاذيه بس. لكن هي كعنصر خرساني، عنصر خرساني ما لهوش احمال عاليه قوي، مش بزود اسمنت زياده مثلا او زلط زياده. الاسمنت الزياده مش هو ما بيكونش هو الجوده المطلوبه، بل بالعكس انا لما اكون ملتزم بالمحتوى اللي عندي في المتر المكعب الخرسانه، المحتويات اللي بيقول عليها الكود المصري، خلاص انا هيكون المنتج اللي عندي منتج قوي. هو الجميل برضو انه بيبقى انا بنتكلم في 7000 كيلو، فانا محتاج الاف العمال، فده المشروع اللي ممكن يكون وفر بالفعل فرص لايدي العامله الخاصه بالبناء. اكيد يعني. اكيد طبعا وفر فرص كتيره جدا لحداده ونجاره واعمال الارنكه اللي هي المعدات، وكمان عمال الصب، ما دول عنصر مختلف. هم اي نعم كلهم مرتبطين ببعض، لكن مشروع زي ده طبعا هيوفر فرص عمل كتيره جدا لفئه احنا كنا محتاجين ان هي تشتغل.